مسألة لا يجوز عمل إعلانات فيها ترويج للفساد، عمل إعلان فيه ترويج للفساد لا يجوز، وكذا لا يجوز إذا كان فيه إثارة شهوة الناظر كما يحدث الآن في بعض المقاطع اللي يحاول إثارة شهوة الناظر أو كان موجباً لافتتان الناس أو افتتان الشباب أو موجباً لإثارة الفتنة النوعية. لا يجوز عمل الإعلانات اللي فيها ترويج للفساد أو فيها ترويع أو فيها إثارة لشهوة الناظر، بالإضافة إلى ما ذكرنا في المسألة السابقة، لا يجوز الإعلان لأمور محرمة في الشريعة كالخمور مثلاً أو أمور أخرى محرمة في الشريعة.